طبعا احنا يعني احنا على مخطط اللي كان خطير جدا اللي بيهدد المسجد الصغير اللي هو من اقدم المقدسات واهمها في مدينة حيفا. المخطط يهدف الى اقامة مبنى مكون من 27 طابق من سكن ومكاتب وتجارة. المخطط يهدد المسجد من خلال بناء مداخل للسيارات لمصفات تحت الارض عبر ساحات المسجد. البناء والاعمال الحفريات اللي راح تكون في ده تحت الارض عمليا ممكن تهدد وتاثر على المسجد اللي هو من اقدم المقدسات لو على ضوء حساسيته الهندسيه والمعماريه والدينيه. واضافه لذلك كان المخطط ينوي انه يقيم عمليا مساحه لمنشات اللي هي ملوثه مثل كل موضوع كب النفايات والى اخره، منشات اللي هي ملوثه اللي هي تكون عمليا بمحاذاه المسجد، وهذا عمليا بشكل بضع المسجد بحطه بمكان اللي هو الساحه الخلفيه الملوثه لهذا المبنى. احنا طبعا اعترضنا على هذا المخطط، بلديه حيفا في العام الماضي ازالت هذا المخطط من جدول اعمالها، فرضت على الشركه انها تعمل تنسيق مع مسؤولي الوقف بشكل كامل حتى يتم عمليا التعبير عن مطالبنا في داخل المخطط. تم عمليا التفاف من الشركة على هذا القرار، على رفض بلدية حيفا، على رفض المسؤولية الوقف، على رفض لجنة المحافظة، تم التفاف لها على هذا القرار والذهاب إلى اللجنة اللوائية. اللجنة اللوائية تبنت موقفنا وتبنت مطالبنا، فإحنا يعني طالعين بإنجاز إنه اللجنة اللوائية، وإحنا عرضنا الاعتراض تبعنا، اللجنة اللوائية تبنت الاعتراض تبعنا، ألزمت الشركة بالابتعاد عن المسجد، ألزمت الشركة بإلغاء كافة المداخل لصفات السيارات عبر ساحات المسجد، ألزمت الشركة أن تعمل حديقة عامة ومنطقة خضراء بحوالين المسجد. فعمليا المخطط بهذا الشكل إذا بيتم عمليا قبول التوصيات هاي راح يحمي المسجد وراح يؤدي إلى حماية المسجد والحفاظ عليه. فإحنا خارجين بإنجاز، ولكن طبعا إحنا بعدنا بمرحلة المناقشة، بعد مرحلة الإيداع. المخطط بعد راح يمر عدة محطات، واحدة من مطالبنا اللي احنا بنطالب كمان يكون في تخصيص قاعات جماهيرية لصالح العام لمصلحة الوقف، وهنا صار في نقاش، الشركة رافضة، اللجنة اللوائية كمان مش مقتنعة بالموضوع، احنا عم نحاول انه نجند بلدية حيفا كمان بهذا الموضوع. اما الجلسة هي في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في التابعة لوزارة الداخلية. الشركة التي بادرت إلى مشروع البرج هذا بجانب المسجد الصغير، نحن قمنا طبعا سابقا بتقديم اعتراضات ضد هذا المشروع وطلبنا ضمانات من أجل حماية المبنى التاريخي للمسجد الصغير. المبنى التاريخي طبعا هذا هو معلم هندسي وتاريخي، وهو يعني شاهد ملك على النكبة، ولذلك نحن بهذه المباني ما تبقى من حيفا القديمة يعني زي المسجد الكبير والمسجد الصغير، هي بالنسبة لنا هي شاهد ملك على النكبة، ولذلك نحن نحميها من أسباب طبعا تاريخية وسياسية ووطنية، وكمعلم هندسي جميل جدا. يعني نحن نتحدث عن مبنى من سنة 1762 تم بناؤه، هذا معلم لا يجوز أقدم مباني موجودة اليوم ما زالت قائمة في حيفا، ولذلك قدمنا الاعتراض. نعم هنا يتحدثون عن إقامة مبنى كبير جدا شاهق من 27 طابق، ولكن هو على أرض تابعة ملكية اليوم طبعا على أرض شركة بيزك، ولكن كجيران لهذا المبنى لنا الحق بالاعتراض وطلب الضمانات من أجل حماية هذا المبنى. واليوم كانت الجلسة إيجابية جدا، لأن كل ما قمنا بالاعتراض عليه وملاحظاتنا واعتراضاتنا تم قبولها، واليوم يعني واضح كان أن حتى بلدية حيفا وأيضا اللجنة اللوائية تبنت كل ملاحظاتنا، والشركة تقول نعم أنا سوف أدخل هذا إلى المخطط. عرقلنا المخطط، ولكن في النهاية
هم سوف يقبلون اعتراضاتنا وملاحظاتنا. يعني أول شيء طبعا مهم جدا أن الالتفاف دائم مع وراء وحول الناشطين في هذه الملفات. هي ملفات صعبة تحتاج مهنيين، تحتاج إلى مستشارين، تحتاج إلى محامين، تحتاج إلى مهندسين ومخططين ومساحين، وكل المهنيين. يعني نحن نتحدث عن ناس تتطوع كلياتها، ولكن في حيفا وفي المدن المختلطة بحاجة دائما إلى الالتفاف حول هذه المنظمات، حول هذه المؤسسات التي تشتغل في تطوع. يعني نحن نتحدث عن وقف الاستقلال، ما تبقى منه في حيفا هي بقايا ذكرى النكبة.